الاسعار يا فندم والسرعات، المقترحات اللي تقدم بيها الشباب هتتنفذ امتى ان شاء الله؟ طبعا كان طيب تمام. زي ما قلنا حضرتك، احنا في الاجتماع الاخراني لمجلس اداره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات احنا طرحنا عمليه اعاده تسعير خدمات الانترنت. طبعا انا نقدر نقول ان احنا بنعترف ان اسعار الانترنت في مصر اسعار مرتفعه، والخدمه نفسها مش على المستوى اللي احنا نأمله لصالح البلد يعني ان شاء الله. فبالتالي احنا طرحنا الفكر بتاع اعاده التسعير، ومنتظرين ان شاء الله من شركات المقدمه للخدمات تبعت لنا بمقترحاتها على الجهاز. الاجتماع الجاي ان شاء الله للجهاز هنكون ناقشنا فيه هذه الاسعار، ويتم ان شاء الله الموافقه عليها لو في حاله الرضا، يعني لو في حاله الاتفاق عليها ان شاء الله يتوافق عليها. طب طبعا ممكن تطبق امتى يا فندم؟ شباب نوع من التواصل طبعا لازم. ما انا بقول لحضرتك لو حصل اتفاق عليها ممكن تطبق بصوره مباشره على طول، احنا بنتكلم على الشهر الجاي يعني ان شاء الله. طب كويس، دي سرعه يعني ممتازه ما شاء الله. لكن يا فندم يعني يمكن الشباب برضو بيتكلموا على ان جهاز تنظيم الاتصالات هو يمكن حجر العثره قدام تنفيذ افكارهم حسب ما هم بيقولوا، لان ده الجهاز اللي هو المعني بالعمليه كلها، هو طبعا واحد من الاجهزه التابعه لوزاره الاتصالات. هل يا فندم حضراتكم بترموا بالكوره في ملعب الشركات، ولا الجهاز نفسه هو اللي هيقوم بالاجراءات؟ طيب لا طبعا الجهاز ليه دور كبير، الشركات ليها دور كبير. احنا عايزين الفتره اللي جايه يبقى في نوع من التعاون، احنا ما فيش قصه المنافسه دي عايزينها تبقى محدوده شويه، ما فيهاش المنافسه تبقى على المستويات العاليه. انا بتكلم هنا على خدمه اساسيه بديها للمواطن المصري، انا عايز احقق له حد ادنى من الخدمه يساعده على على جميع استخدامات الانترنت. طبعا ده شيء يهم كل مواطن مصري طبعا، ويهمني بصفه خاصه، فاحنا بنسعى لده. فانا بتكلم على سرعات لا تقل عن 2 ميجا ان شاء الله، واسعار تبقى ان شاء الله متهاوده وفي متناول المواطن العادي يعني ان شاء الله. طب معالي الوزير، عايزين نعرف مشاريعك يا فندم في الوزاره على الاستثمار في مجال الاتصالات. يمكن مؤتمر شرم الشيخ برضو كان الكل عرض فيه بعض المشروعات، عايز اعرف يا فندم مشروعاتكم انتوا تحديدا في مجال الاستثمار فيما يخص الاتصالات. هو مشروعات الوزاره، لو هتكلم على مشروعات الوزاره اللي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادي ولاقت طبعا توافق واقبال يعني من الجماعه المستثمرين، كان حوالي ثلاث محاور. المحور الاولاني كان وكلها بتخص خدمه المواطن المصري. لو بنتكلم على خدمه السجل التجاري او التوثيق العقاري ده واحد من المشروعات. لو بنتكلم على العداد الالكتروني للكهرباء السمارت ميتر دي هتخص طبعا جميع المواطنين. لو بنتكلم على المناطق التكنولوجيه سواء برج العرب 10 رمضان اسيوط بني سويف اسوان، دي المشاريع اللي احنا قدمناها والحمد لله لاقت اقبال، وان شاء الله بالمتابعه هتبتدي اول التوقيعات لعقود رسميه ان شاء الله تبقى على اواخر الشهر الجاي ان شاء الله. اشكرك جزيلا معالي الوزير خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كنت معانا على الهواء مباشره، شكرا جزيلا لحضرتك.